وأخيرا أمس سوينا فقرة جميلة عن إعداد الشباب في مجال الفنون التقليدية، واليوم بنشوفهم في دورة خاصة عن مجال المتاحف واللي نظمتها هيئة المتاحف. خلونا نشوف لمحة من آراء المشاركين وانطباعاتهم بعد هذه التجربة. حياكم الله جميعا، احنا كلنا اليوم هنا موجودين عشان نقدم لكم تجربة. هذه التجربة نطمح فيها أننا يكون عندنا متطوعين محترفين في مجال المتاحف. جميلة، كل يوم عن يوم نكسب معلومات إضافية فادتنا كثير. أشكر الفريق كامل. انطباعي أنها مناسبة لجميع الفئات العمرية. الدورة العلمية كان فيها فئات عمرية من المراهقين، الكبار، الراشدين، فكانت مناسبة وممتعة. اللهم لك الحمد، استفدت وطورت ذاتي وأطمح لأني أكون من أحد المتطوعين المتخصصين في المتاحف في المملكة العربية السعودية.